جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم، هل هناك دعاء معين أو صلاة محددة تمكنني من رؤية والدي في المنام للاطمئنان على حاله وفي أي الدارين هو، حيث أنني مداومة على قراءة القرآن له يوميا وأنا أستغفر له باستمرار؟ جزاكم الله خيرا. أما الاستغفار فهو شيء طيب، استغفار لوالدك والدعاء له هذا شيء طيب ومشروع، أما قراءة القرآن له فهذا غير مشروع. وأما تكلف الشيء الذي تحصل به الرؤية لوالدك في المنام فهذا أمر غير مشروع، هذا أمر غير مشروع، ولكن عليك بالدعاء لوالدك والاستغفار له والصدقة عنه، فهذه أمور تنفعه إن شاء الله إذا تقبلها الله. قال صلى الله عليه وسلم: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له. أما الحرص على الرؤية التي ترين بها والدك والتعرف على أحواله فهذا أمر غير مطلوب. نعم.